ريحة الأكل كتير طيبة وأنا ناطرة للصراحة. خلينا نشوف وين صار شيف كريم ورشة ملح. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، رجعنا على رشة ملح وعم نخلص الطبقات اللي عاملينهم اليوم اللي هن بيكونوا سلاد كلاسيك فرنساوية مع فينيغريت كتير بسيطة وكتير هينة تنعمل، وبعدين عاملين بيف ستروغانوف. بيف ستروغانوف من يمكن أطيب أكلات عندي وكتير عالم بلبنان بتصور بحبوها وبيعرفوها. وآخر شيء حنخلص بتارتاتان. تارتاتان هيدا بات بريزي فوق تفاح مطبوخ بالكراميل. اوكي بقى خلينا نبلش هون بال فرجيكم كيف بنشوي اللحمه. بقى اول شيء هون عندنا مقلايه كثير سخنه بنحط فيها شويه زيت، اوكي بس نغطي من تحت، وهيدي نفس المقلايه اللي شويت فيها البصل واللي شويت فيها المشرومز. بقى اللحمه بدها تنزل بطريقه تكون بعيده عن بعضها، اوكي لانه ما بدنا اللحمه تكب ميتها، اذا كبت ميتها اللحمه بتروح طعمه منها. بقى نار قويه بننزل اللحمه، وهون عم نطبخها كل وحده لوحدها بين البصل والمشرومز واللحمه، لانه كل شغله كل مكون له وقته لينطبخ، يعني ما كلهم بيخلصوا بنفس الوقت. بنعمله هون انه اول ما تنزل اللحمه بينزل فوقها رشه ملح، اوكي وبننطرها لتاخذ لون بني غامق من تحت. اوكي الجهه الثانيه عندنا هون كمان طنجره سخنه بدنا ننزل فيها رب البندوره. منبلش دائما برب البندوره لانه رب البندوره لما تستعملوه لازم ينطبخ، انه ما في ينزل هيك لانه له طعمه اسيديتي، له هيك مثل مروره بتبين فيه. بقى لما ينطبخ شوي لو شوي بس هيدي المروره بتروح. بقى شويه رب البندوره دغري من وراها بنلحق بمعلقه كبيره من الموتارد ديجون، اوكي كمان نخلطهم سوا، وبعدين هيدي ورتشاير صوص، ودغري بمرقه الخضره اللي عملناها اليوم الصبح، كله بينخلط سوا لحديت ما يصيروا واحد، يصيروا مخلوطين سوا مبينين صوص وحده. اوكي نرجع بعدين دغري من وراها بدنا ننزل بعد ما يخلص اللحمه بدنا ننزل المشرومز والبصل. اذا بنطلع هون بدنا اياها تبلش تغلي، انجأ تبلش تغلي شوي، بس بنفس الوقت في عنا اللحمة اللي بدنا كمان نحمرها على كل الجهات، هيك بتضل إلها تكستشر من فوق اللحمة، إلها هيدي اللي بنسميها كراست. كتير مهم اللحمة يكون عندها هيدي الكراست لأنه هي بتعطيها نكهة. هلا ما ضروري نطبخ اللحمه كليا لانه حترجع تنطبخ بالصوص، بس هيدي بدنا ننطرها شوي تغلي بس هيك تكون سخنه لما ينزل المشرومز والبصل واللحمه بصوص بارده. طيب ننطرها هيدي شوي، خلينا نحطها على النار الاعلى. اوكي هيك بتسرع الموضوع، ودغري ما نخلص هون نفرجيكم كيف نعمل الكلاسيك سلاد الفينيغريت. والسلاد كتير بسيطة بس كتير طيبة، وفي شوية تريكس يعني منا ملبكة، بس في شوية تريكس لازم نعرفه
مبدأ بالمتارد وبالخل. طيب هيدي صارت سخنة كفاية، فينا ننزل فيها البصل. اوكي البصل عملناه كراميليزي، اوكي على نار خفيفة نزلناه وضلينا عم نطبخه لحديت ما صار بهاللون، ما نزلنا له لا سكر ولا 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 نوع من التلوينات السوداء. يعني عادة في عالم كتير بيعملوها بصوي صوص او ورتشاير او سكر، احنا ما نزلناه اليوم. بقى دغري المشرومز، كمان المشرومز حمصناهم بنفس هيدي المقلايه اللي شايفينها هون، وهيك البصل والمشرومز ورجع اللحمه كله عم ياخذ من بعضه. اوكي بلشت تغلي هاي، ننزل بالمشرومز كلهم. تقريبا هون في شي كيلو مشرومز، تقريبا نص كيلو بصل، وفي شي 800 جرام لحمه. هيدي خلاص. اوكي كمان نرجع ننطرها شوي لتغلي قبل ما ننزل اللحمه. طيب خلينا ننتقل هون على الكلاسيك فينيغريت. اوكي عندنا بول، بدنا نبلش ببول كبير يقدر يساع كل المكونات تقريبا، ومنبلش بموتارد. موتارد ديجون، منبلش بالموتارد، وبدنا خفاقة أو شريط نخفقهم شوي، ومننزل هيدا خل أحمر. خل أحمر مننزله، ومننزل كمان فوقه حامض. هلأ مثل ما شايفين الموتارد سمح للحامض وللخل يفوتوا بطريقة ينسجموا دغري مع الموتارد، وهو السر هو بالموتارد، لانه الموتارد بالانجليزي بسموه emulsifier، ولانه emulsifier بخلي كل شيء ينجمع مع بعضه. لانه مثل ما بنعرف الزيت مع المي او انواع المي، واليوم بالطبخ بنعتبر الخل والحامض نوع من المي. بقى هيدي هي هيك، نرجع شوي شوي بنفوت لها الزيت زيتون، وكل الوقت بنكون عم نخلط لحديت ما نوصل للصوص منسجمة كلها مع بعضها بين الخل وبين الحامض وبين الديجون. هلا هيدي بترجع بتصير كمان مع صفار بيض، بس هيدي بسموها temporary emulsion، اللي هي انه بتضلها لقطة لشوية وقت مش كتير. بقى هيدي هي الفينيغريت هون، اذا بتطلعوا تلاقوها سموث. اوكي كمان بدي فرجيكم شغلة تانية، بدي فرجيكم كيف بنفتح الافوكا. الافوكا قصيتا وضل في عنا البذرة بالنص، البذرة بتضربوها بالسكينة وبتنبرم هيك. بعدين تقشير الأفوكا بده يبدأ بمعلقة كبيرة، وهيدي أحسن طريقة. بتلفوا جلد الأفوكا كله سوا، بتلفوه كله سوا من تحتها لل لل للفاكهة وبتقلبوها. الأفوكا أنا بحطه بمي مع ملح، لانه مي مع حامض، لانه الافوكا بيتغير لونه دغري. بقى بنحطه دغري بمي وحامض، وبهالطريقه ما بيقدم ولا بيسود ولا بيعتق. وكمان لاحظت انه لما نحطه بمي بارده مع حامض هيك بشد، بقى بصير له تكستشر احلى واطيب. اوكي بقى في عنا هون الستروغانوف، صار وقتها صار فينا ننزل فيها اللحمة. بقى شوي شوي بننزل اللحمة، عنا هيدي اللحمة هون، وعنا هيدي اللحمة شويتها من قبل. كل اللحمة بتنزل نخلطها سوا، ونرجع بننطرها كمان لترجع تطلع
على الحرارة ترجع تغلي، ولما تغلي عنا تقريبا كباية 125 جرام كريمة بتنزل فيها، وهيدا هيدي شهرتها للستروغانوف، انه اللحمة مع المشرومز والبصل، واخر شيء بتخلص بالكريمة اللي بيعطيها هيدي النكهة الغنية اللي نحن معودين عليها لما ناكل بيف ستروغانوف. اوكي، هيها بدها شوية، نحط لها شوي بهار اسود، وهلا صار وقت الكريمة. مننزل الكريمة ومنخليها كلها سوا ترجع تغلي، وما بدها كتير وقت، يعني 10 دقايق هي وعم تغلي بتلاقوها وصلت على الستروغانوف اللي معودين عليها. وهي الورشاير مع الموتارد مع اللحمة والمشرومز، هيدول كلهم سوا اذا انطبخوا مزبوط يعني أكلة روعة. هلأ عادة الستروغانوف بيكلوها يا مع رز يا مع باستا. باستا بتجي سوري الباستا بتجي تالياتيل أو مع رز، بس هي أكلة روسية، وأساس الأكلة عادة بيعملوا لها بيقدموها مع باكويت، اللي هو نوع من الـ الجرينز او السيريال الروسي، وعادة ما بكون فيه كتير جلوتين. بقى هيدي هي الستروغانوف، فينا نخليها ترتاح شوي عمهلها، فينا نطفي النار كمان. اوكي، وهي عمهلها بتعقد. ونرجع السيرفيس اليوم حنعملها مع رز، بنحطها مع رز وبعدين شوية بارسلي، نفرم البارسلي فوقها، نفرم البارسلي فوقها ونرجع منزينها فوق الرز وفوق الستروغانوف. اوكي، هلا لما نرجع من البريك برجع بفرجيكم كيف بنخلط الكلاسيك فينيغريت، وكمان التار تاتان تقريبا خلص ليخلص، بقى بنرجع بنقلبه كمان على الصحن وبنسكو بالبيف ستروغانوف اللي هي عن جد هلا ريحتها اذا كنتوا هون وشميتوها بتقولوا شيء رائع. روح على بريك وبنرجع بنشوفكم. الطبخة عم تقرب تخلص والغدا كمان عم بيقرب، خاصة إذا كنتوا عم بتحضروا غدا العيد مع أطباق طيبة، ومثل ما كان عم بيقول الشيف كريم كلها منحبها على مدار السنة، إنما اليوم رح ننتقل لحتى نشوف وين صارت، وأكيد ورشة ملح. أهلا وسهلا مشاهدينا، هلأ عم نخلص الكلاسيك فينيغريت. اوكي، ودائما بدنا يكون عندنا بول كبير لنقدر نحط فيه الخس ونقدر نخلطها مرتاحين. اوكي، سو هاي الصوص اللي اشتغلنا عليها من قبل، اي بننزلها فوق الخس، وهو شو ما بدكم فيكم تستعملوا انواع الخس، في يكون الرومارين الرومين اللي هو الخس البلدي اللي بنعرفه بلبنان، وفي يكون الليتل جيم او الخس الصغير، ما بيأثر. اليوم انا استعملت ايسبرغ، اوكي، بس ما كثير بيأثر نوع الخس، فيكم كمان تستعملوا انواع الخس مختلطه، وانا دائما بحب اخلط السلاد هيك بايدي، بضل ايدك خفيفه على السلاد وما بتكسر الخس والخضره اللي معه. وهي بصراحه يعني انا بشغلي بالمطاعم
ملاقى انه غسيل الخضره وغسيل وسكب السلطه هو يعني نوع من فن، ومش كل الشفيه بيعملوها مثل بعض. بقى هاي الخس كله ملبس بالصوص الفينيغريت، الكلاسيك فينيغريت، وبحب احط فوقه انا بندوره كرزيه. بندوره كرزيه كمان هلا وقتها فيها حلاوه بتطلع منها ما عاده بتكون موجوده بفصل الشتاء. اوكي، نرجع فوقها بنحط الافوكا، كمان بنرشه، والافوكا كثير مهم للاسيديتي تبعيه الجسم، يعني له فوائد كثير اعلى من ما عالم تتخيل. و يعني تقريبا لازم واحد ياكل افوكا 3-4 مرات بالاسبوع، او اي شيء يكون الكالاين منه عنده الاسيديتي او الاسيديتي العاليه. بقى هيدي هي هون السلاد كلاسيك، بس غسل ايدي. دغري بيجي فوقها البقدونس بتعطيها هيك شوية فريشنس. اوكي، هيدي السلاد خلصت، وهلا منروح على البيف ستروغانوف. البيف ستروغانوف اليوم هلا ححطها كل وحده بصحن. منبلش بالرز على جهه وحده، حاعمل صحنين هلا، وبنرجع بعدين بنشوف مين بعد بده. سو منبلش بالرز، وبعدين دغري البيف ستروغانوف اخذت وقتها هلا شويه، صارت ابرد وصارت عقدت اكثر مع الكريمه ومع المرقه الخضره اللي عملناها والمشرومز والبصل. سو هاي وحده بيف ستروغانوف، وهاي وحده تانية. هي اكثر شيء هلا الريحه اللي طالعه هي ريحه المشرومز، بس المشرومز مع اللحمه سوا is something special. رشه بارسلي كمان بتوعيها شوي، بتعطيها هيك جنس الفريشنس، بتحسوها فريش مع انه هي الى زمان كثير عم تنطبخ. سو بعد عنا نسكب التارتاتان. التارتاتان فرجيتكم كيف وقتها فوتناه سوا على الفرن. وهي هلا بيطلع هيك شكله. هلا التارتاتان بلشنا انه عملنا كراميل تحت، الكراميل حطيناه سكر ومي وخلينا تقريبا المي تتبخر، عملنا شبه مثل قطر، وهيدا القطر صار يتلون، صار لونه خليناه يتلون يصير لونه بني، وبعد ما صار لونه بني نزلنا التفاح اللي كنا متبلينهم بشوية فانيلا وشوية قرفة، وبعدين عملنا البات بريزي عبارة عن 125 جرام طحين، 62 جرام زبدة، و 32 جرام مي، اللي هي ratio 3-2-1. ودائما البات بريزي بتنعمل هيك، 3 طحين 2 زبدة و1 مي. بقى بدنا صحن يقدر يساعد المقلية كلها. اوكي، بنقلبها على المقلية. اوكي، وبنمسكها منيح على الجهتين وبنقلبها. بعد في عنا، وهيدي هي التارتاتا، بعد عنا شوية
شوية تفاح على الأمين بالمقلاية، بس هيدي الكراميل بعد ما أخذت اللون اللي بدنا إياه دغري نزلنا فوقها شوية زبدة وشوية كريمة. بهالطريقة صارت بطلت كريستالايزد أو بطلت تيبس، صارت طرية وفيها تنزل على الصحن بلا ما تكون سكرها يابس. بقى عنا هون هاي وعنا هون شوية سكر ناعم فوقه. عظيم. سو هدول هن غيدا. اوه عظيم. خلينا نرجع نذكر المشاهدين، فاذا شو حضرنا؟ اوكي بلشنا يلا. اليوم حنبلش بلشنا بكلاسيك فينيغريت، اوكي اللي هي emulsified فينيغريت. حطينا موتارد وخل احمر وحامض وخفقناهم مع الموتارد، بعدين شوي شوي نزلنا فوق الزيت. ايه. اوكي الحديد ضلت بهالطريقه بتضلها لقطه. اوكي عم شوف هون في لكان في كابر وفي افوكا، في كيبرز وفي افوكا وفي بندوره. ايه. وفرجيت كمان مشاهدينا كيف بيقشروا الافوكا وكيف بقصوه وكيف بنخليه بمي ومي وحامض بهالطريقه حتى ما يسود. بهالطريقه ما بيسود، بس كمان بيلقط بشد على بعضه. ايه. ببطل كثير طري، بصير له مثل مور تكستشر. اوكي وبعدين عملنا البيف ستروغانوف. ايه. هيدي قلتي لي اتس يور فيفورت. ايه انا بحبها كثير وماما بتعملها كثير طيبه. Yeah. اوكي عملناها اليوم مع رز، بس ايه. كمان بتزبط مع تالياتيل وبتزبط مع باكويت اللي هي اساسها بتنعمل. اوكي بس مع الرز ما في، ما حدا بينافسها مع الرز. ايه. بعدين هيدا رز بسمتي. ايه ما هيك. Yeah. So, واخر شيء تارت تاتان اللي هي بيسكلي سمبلي يعني اتس تفاح مطبوخ بالكراميل وبعدين بات بغيزيه فوقه بتفوت على الفرن شوي لحديت ما تحمص ودغري بنقلبها على على الصحن. بالعاده بنعتل همها؟ لا ما كثير هيك بتعتل الهام التارتاتان. لا هي اتس يمكن من اهين شيء بينطبخ. ايه. وحلو هيك تكون راستيك كانها. ايه. معموله بالبيت. شوية ايس كريم سم فانيلا ايس كريم. ايه هي مع الايس كريم عظيمة. دغري اي ثينك ات وود بي جريت. وعظيم يعني سفرة كاملة هيدي اذا هيك، اذا عم تتغدوا بالبيت صار عندكم السفرة حاضرة، خاصة هلا من بعد هالشهر بدنا نقول لكل الامهات وكل العائلات يعني هالشهر كانت كل وقت بالمطبخ. بالمطبخ. فيك اليوم تعملي طبخ بالبيت، بس فيكم كمان تروحوا تاخذوا فرصة لانه اليوم اول يوم العيد. نحن شو حتحضرنا الجمعه الجاي؟ يعني هلا عم نفكر شو بدنا نعمل. هلا الجمعه الجاي مفروض انا يمكن سبت واحد. ايه بقى حنعمل شيء ان شاء الله يكون متواصل مع بعضه، يعني آه. السبت والاحد يكونوا مربوطين مع بعضه. يعني كريم سترايكس باك اون ساندي، يعني هيك عم تفكر؟ توايس. ايه يعني انه بيطلع السبت وبيرجع هي سترايكس باك اون ساندي. اون ساندي. ايه اثنين ورا بعضهم مع سيكويل، يعني رح تكفي فيهم، يعني بتعمل طبخه وبتكفي فيها شيء ثاني لهالثاني نهار؟ ايه اي ثينك سو، هيك بنعمل. هيك عم نفكر، لكن خلص كل الناس رح يكونوا ناطرينك. انا بدي ارجع عايدك شيف. شكرا كثير. اكيد. بالعاده عليك. وعليكم يا رب. انا بدي ارجع كمان عايد كل الناس وين ما كنتوا عم بتابعونا، ان شاء الله يا رب ما نسمع الا الاخبار طيب الأخبار الحلوة وين ما كنتوا بالعالم، إن شاء الله بعم أكيد الخير والسلام على لبنان وعلى كل العالم. بدي أرجع عايد كل الأشخاص اللي شغلين معنا اليوم بالستوديو، كلنا وعائلاتنا أكيد بدي أعيدكم فردا فردا، وأكيد يعطيكم ألف عافية على أنه دايما بنحب نطل مع المشاهدين، ما فينا نغيب عنكم نحن ولا نهار بأيام السنة، بعدين ما نكون موجودين معكم وحتى بحتى بعيد الفطر السعيد اللي إن شاء الله يا رب يكون مثل ما قلنا من الصباح، يحملكم الصحة والصحة والصحة اللي هي أساس كل شيء، لحتى واحد يحس حاله فعلا قادر يتحكم بكل الأمور اللي حواليه، بلاقيها هيدي أساس كل دعواتنا بخلال أيام السنة. رح عايد كمان كل الأشخاص اللي موجودين بالكنترول، كمان بدي أقول لهم هلا رح تشوفون هلا لأنه كمان هن موجودين معنا. وبعدين بالعادة نحن دايما بنقول أنه
انه نحن اذا كنا قاعدين بالاستوديو انتم عم تشوفونا لنا، بس في ورانا جنود مجهولين كثير كثار، ان كان بالاستوديو ان كان بالكنترول ان كان بالميك اب، وان كان اكيد فريق العمل اللي عم بيحضر كل فقرات عالم صباح على مدار السنه. اكيد ينعاد على الجميع بقيه نهار كثير حلو، ونحن بنشوفكم بكره بحلقه خاصه بين استوديو عالم صباح مع غاده، وبين انا رح كون معكم بكره بنقل مباشر لمهرجان الحمراء اللي هو بعنوان لبناني اح. بكره اكيد كل اللي حابين يروحوا يشاركوا فيه، مهرجان كثير حلو، وفيكم اكيد تنزلوا تشاركوا بهالنهار، ورح يكون عندنا نقل مباشر مثل ما قلت لكم من هونيك مع الموجودين وايضا مع الضيوف اللي رح يكونوا بهالمهرجان بالحمراء. رح نودعكم وبنشوفكم بكره. Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?